تكشف الفنانة فريدة حرحار ضيفة نجوم لزاد لهذا الأسبوع لأول مرة عن فترة عصيبة من حياتها عاشت فيها الاكتئاب والوسواس القهري، قائلة إن الفنانة في الجزائر فقير جداً. مريت بفترة ما كان قادر هذا الوسواس القهري يعني يقهرني، ما نقدر نقول لك والو أفاق، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. في فقرة فيس أب ستتمنى ضيفتنا لو ولدت في عصر روميو وجولييت. أنا نفضل العصر الجاهلي، كانت روميو وجولييت وكامل هذا العصر أنا كنت ماذا بيا نعيش. في توب 3 ستتجرأ حرحار وتقول رغيس يستحق تاج التمثيل أكثر من بلباي وطيموشا. ومن أقرب فنان إليها في دار العجب أمين بومدين، الياس نشام، أم أمين عبدلي. الفنان سفير الجزائر، سفير بلاده، لأنه والله الفنان فقير في الجزائر. في الصورة تتكلم هذا ما قالته عن والدها، ما علاقة ريم غزالي بأبنائها ومسلسلها مع فؤاد زاهد. لو ندار هذا المشروع راح يكون أحسن مسلسل راح تعرض ولا راح يتعرض في الجزائر. في أكابيلا ستغني ضيفتنا للفنانة الراحلة نورا. أنا وحدي وحدي وحدي. في فاشن بوليس ما سر تعلقها بالتربان؟ تيربون هذا كنت حابة نحط لمسة لفريدة حرحار، الناس كي يعرفوا فريدة حرحار شكون فريدة، لو كان نبدل بالك خمار برا بالك ما يعرفونيش. وأخيرا في مونشات، هذه قصتها مع المصري أحمد وفيق الذي سافرت من أجله إلى مصر. كان وقت نحبه بزاف أحمد وفيق، كنت متمنية يا ربي كيفاش ندير باش لازم نشوف ولازم نتصور معاه، لازم مهووسة بأحمد وفيق. انا البيت تاعي ديجا سيتي التمثيل، باش تدخل التمثيل سيتي ليبوك شويه صعيبه تو، دونك حبيت نبين روحي، دخلت في الاعلانات، كانوا الاعلانات تدخل فاصيل ما ماشي حتى تقرا ماشي حتى دير حتى حاجه، دونك يشوفوا غير الفيزيك. ومن بعد درت كاستينغ نورمال، كان كاستينغ في لابوات تاع قولوا في سيرا، رحت درت الكاستينغ وتخيرت وبينت باللي قادره نمد. في هذاك الوقت كوم باغازاغ اتجهنا في زوج للسيت كوم، يعني مام هو أباغ مور قولوا في صراع ما تاش دراما، دونك درنا مكارم جازت في قناة قرآن الكريم فيها شوية إيموغ، ومن بعد درنا عيشة وعياش، ومن بعد كان خدمت في لابروديكسيون في سيت كوم واش كاين سي سا، سيتي انتقلنا حنا الاثنين ضربه واحده لليمور لي سيت كوم كوم باغازاغ برك. قالوا لي رباح صعيبه وينبش انفان هاد لا بيريود، الحمد لله جزتها بفضل ربي سبحانه، بفضل الرقيه، بفضل القران، بفضل قوة الإرادة الحمد لله، يعني كان قادر هذا الوسواس القهري يعني يقهرني الحمد لله. ما نقدر نقول لك والو أفاق، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. بس سي نورمال، بون أنا ما فهمتش علاش في بلادنا عندنا المتحجبة، عندنا الإنسان المحترمة، عندنا يعني عندنا كامل الفئات، علاش في لي فيلم وكاع يخيروا غير اللي ماشي دايرين حجاب غير اللي ماشي، ما فهمتش. ألوغ كو في مسلسلات تركية في مسلسلات أيوغ مام ما تكونش متحجبة يديروا المرأة متحجبة في مسلسلاتهم لأنها كاينة في المجتمع. باش نحي بون أنا مانيش لابسة حجاب شرعي، بصح باش نحي ما نقدرش لاني حاسه روحي محتشمه، دونك تعرض عليا خطره نلعب غول في فيلم امازيغي، نسيت الملكه هذيك الامازيغيه اسمها، قال لي تشبهي لايتو اسكو تقدري تنحي اسكو تقدري ديري فيلوك، ما قدرتش، ما قلت له نو امبوسيبل مستحيل، ما قدرتش مالغري كو ماشي غير هذا العمل، كان عمل واحد اخر قال لي معليش نبينو لك ديري عفسه نبينو لك غير شعرك هكا
ما قدرتش سي بون انا والفت هكا هذه هي ما نقدرش. انا جاوبتها مقبل برك قلت لك انا لباسي محتشم يعني مش الحجاب ماشي واش راني لابسه كومام نو مي كاين بعض الناس راهم يبحثوا لي يقولوا لي نحبوك لاننا نشوفوك اون فامي اننا لانك نحترموك وتحترمينا يعني انا المهم نكون محتشمه وان شاء الله لما لا ربي يهدينا وكامل تحجبوا لما لا. نسبة النجاح بالك بصح الشهرة كان مشهور يعني في هذيك لابيريود كان غير هو اللي يجوز كان شحال من مسلسل كان توقف وقفوا تصوير كان غير هو يجوز يعني كان مشهور نجاح ممكن لانه غاب عليه فناننا الكبير حسن كشاش والناس حبت حسن كشاش في الهواء يعني مالغري كامل الفنانين لعبوا مليح كامل الممثلين قدموا بصح حسن كشاش هو اللي رفع الخاوة غيابه بان شوية لكن في الشهرة هو كمان عمل مليح الخاوة اثنين واشتهر وبانوا ممثلين واحد اخرين وفوالا. سن 70 ان شاء الله ان شاء الله اذا طوالت العمر نتخيل روحي مكبره ولادي مكملين قرايتهم سيختو ان شاء الله يا ربي حجه ولا عمره ولا وقاعده مع ولادي هذه هي امنيتي ان شاء الله. بو انا نحب واحد الفنانه بكري الله يرحمها فنانة ياسمينة جزائرية الله يرحمها ويوسع عليها كان دارت حادث ماتت في حادث مرور كانت أحسن ممثلة في وقتها ونحب عبلة كامل في المصريات. أنا نفضل العصر الجاهلي وين كانوا كاينين شعراء وين كانت رومانسية مانيش نحكي على الاسلام ولا راني نحكي على الرومانسيه اللي كانت بين الشعراء بين قيس وليلى بين عنتر وعبلة بين بزاف على ليبوك ثاني كانت روميو وجولييت وكامل هذا العصر انا كنت ماذا بيا نعيشه. قرار الانجاب ما ندمش عليه ابدا هذا هو بصح ما كاش ما نقدرش الانجاب بلا زواج بصح نندم على الزواج دوك لي فهم هذا ما فهمتش. هما لي تخوا قراب ليا بصح لي يجي ليا بزاف ويعيط لي بزاف وطول طو معايا سي بيان الياس بصح وامين عبد اللي ثاني عنده معزه بصح امين بومدين عندي ليه معزه خاصه بزاف بزاف هو والزوجه تاعو نحبهم يعني ربي شاهد. محمد رغيس مينا نشطر ملكه بالبي لي تخوا نحبهم نموت عليهم هما ويماتهم يمات كل وحده فيهم صاحبتي ونحبها بصح اللي قريبه ليا بزاف وتعيط لي بزاف تسقسي عليا بزاف وتحبني بزاف هي ويمها رميسه غزالي والاثنين نورهان وايناس انا دايرتهم في مرتبه واحده. هذه الصوره للبابا الله يرحمه مات ب مرض السرطان تاع سرطان الدم دونك الله يرحمه راهو بلا توني تاعو هذيك كان يخدم شومبيت تاع بكري اللي كانوا كيما لا بوليس بسو كيما لا بوليس باش فهم الله يرحمك يا بابا. انا حبيت نقول هذا الحاجه انا في الاول كي كنت حابه ندخل التلفزيون كنت خايفه من بابا بابا معروف في بوفاريك بابا واعر بابا دوك الناس المزيرين ايتو دونك كان هذاك الوقت اخر كلمه
رحت شاركت في اخر كلمه بتخبي عليه الله يرحمه ويوسع عليه، وكنت خايفه يشوفني باسكو هو بابا وماما كانوا ديفورسي، دونك انا قلت له اني عند ماما. الله رحت لتونس تجوز، وهذاك النهار كان عرسه كي جوزوها كان عرسه الله يرحمه. هذه الصوره في ثياب فيكتور هيغو، نسلم على كامل حباب اللي راهم هنا. بون كاين في الصوره كاين استاذ الجغرافيا اللي خلاني نكره التاريخ والجغرافيا، استاذ حزي اللي سلم عليه. يعني كنت نقرا كامل المواد وكامل المواد كنت نجيب فيهم 18 19 ابار تاريخ وجغرافيا ما نجيبش فيها المعدل، دونك كان دائما يعاقبني ما كاش تهنئه حتى كي تقراي تاريخ وجغرافيا. لا زدت كرهت تاريخ وجغرافيا. هذه الصوره اولادي اعز حاجه اعطاها لي ربي، كنز لي، هذا هو الكنز اللي اعطاه لي ربي، نحبهم بزاف. نينو محمد عيسى عنده قريب 9 سنين، عبدو قريب 7 سنين، وآية عندها 6 سنين. ولادي هذه ربيتهم على انهم يحبوا بعضهم بعض، يعني ياكلوا في طبسي كما كنا بكري، ياكلوا في طبسي واحد، يحبوا على بعضهم. الا شريت عفسه واحد لازم نشري لهم لي تخوا، مام هما اي واحد يشري عفسه ليه يقول له شري لي لخاوتي. هذه اللي ربيت بها ولادي، يحبوا بعضهم ويهضروا بزاف على الحب. يعني مامهم قاعدين يجوا لي يا ماما على بالك بني نحبك، نخليهم يهضروا غير على الحب. هذاك الحب والرحمه ديجا عندهم تنمو حب ورحمه، ما يحبوا ياكلوا اللحم، ما يحبوا ياكلوا الدجاج، ما يحبوا لانهم ينذبحوا. قال لك نحن ما ناكلوش الحيوانات الاليفه مساكن. هذه الصوره كانت في حفل خيري من تنظيم الهلال الاحمر لبلديه الرغايه، حفل اختتام الاطفال اليتامى. دونك تلاقينا بريم غزالي وولادي حبوها كما يحبوها كاع الاطفال، وهي صديقتي صديقتي، وانا نعرفها شحال مليحه وشحال طيبه وشحال تحب تساعد الناس. نتمنى لها الشفاء والعوده للوطن، يعني على بالي بلي هي قويه بزاف وراح تتغلب على المرض. ولا بروف مازالت تتواصل في مواقع التواصل الاجتماعي ومازالت تقول لهم اني جيتكم ونبرا ان شاء الله، وان شاء الله نشوفوها. هذه الصورة التقطت في العاصمة، جزائر العاصمة، في نواحي تيليملي جو بونس، ولا كان عرض كليب تاعو ناس ظلموني، دونك كنت شاركت بالجبة القبائلية في الكليب في لافان تاع الكليب، وساعدت في الإنتاج كيما نساعد أشاك فوا أمين بومدين، كل ما يكون عنده عمل نساعده في الإنتاج. فوالا ليه جبت الصورة هذه يا قالوا لي ربح واعر وينسنس ويجيب لك كلش. بو هذا مشروع ان شاء الله لو ندار هذا المشروع راح يكون احسن مشروع، احسن مسلسل راح تعرض ولا راح يتعرض في الجزائر، يعني سيناريو وفكره واخراج امين بومدين، اكثر من هذا ما نقدرش نقول. فترة الطفولة كنت نشوف مسلسلات بزاف، مسلسلات تاع مصر اللي كانوا يتعرضوا على السبعة. هذوما اللي خلوني ديجا نحب التمثيل. نتفكر مسلسلات الشك، مسلسل أخو البنات، مسلسل شجرة اللبلاب، مسلسل كان صيام تاع فخراني. يعني هذو المسلسلات قعدوا لي في الذاكرة. بيان سيغ الأفلام الهندية كيما جانيت اللي كاع يعرفوه بيان سيغ. هكا حبيت التمثيل بهال، والرسوم المتحركة اللي بزاف كنت نحبها سوسن. سوسن أنت يا روحي زهرة، ليش فاولها على باليش. فوالا بيان سيغ نحب نشوف، مي انا معروفة اني انسانة بسيطة، إنسانة نحب نلبس وش أي حاجة نحس فيها أني مرتاحة نلبسها. باغ كونتخ يقولوا كل وش يعجبك ولبس وش يعجب الناس، مي نتبع الموضة بيان سي باسكو راني ناشطة اجتماعية وراني في الانستغرام وراني في فيسبوك، دونك لازم تشوف فنانات وش يلبسوا، لازم تشوفهم وش كاين آخر صافا ما نعرفش وش كاين آخر موضة ولا آخر فوالا. انا في اول حصاني قلت لك مانيش محجبه، انا محتشمه، لابسه لباس محتشم
لان في رانا في بلد مسلم. مانيش نقول انه وحده مش لابسه اي لباس محتشم ماهيش في بلد مسلم، بصح انا نحب نكون هكا محتشمه ان شاء الله كيما هدرت يهدينا ربي ندير الحجاب. بصح تيغبون هذا كنت حابه نحط لمسه لفريده حرحار، الناس كي يعرفوا فريده حرحار شكون فريده، لو كان نبدل بالك خمار برا بالك ما يعرفونيش، باسكو هذه هذا هي اللمسه تاعي، التيغبون تاعي هو اللمسه تاعي. اللي تعجبني في المصريات ياسمين عبد العزيز، احسن فنانه شكلا ومضمونا وخلقا تمثيلا ما شاء الله. هنا في الجزائر اللي نتبعها بزاف في لامود وكلش يكون عندها وحيده قروج. الاحمر الاسود والازرق. اغلى حاجه هي جبه الفرقاني، دير واحد 10 ملايين. سينو ارخص حاجه شريتها ب 500 دينار 50000، تخي كليكات هكا عجبتني في ميسوني شريتها 50000. فوالا الفنان عندنا في الجزائر للاسف فقير جدا، يخدم خطره في العام وما يخلصش مليح. يعني اللي راهم حاسبين انه الفنان ملياردير فنان يدي ب 400 بال 500 هذا كذب، يعني يجيبوا لي ويخلص ب 400 وال 500 ابار لو غران صالح اوغروت بيان سور. دونك احنا لا بروف، انا قلت باللي دراهم تاع العجب راحوا في رمضان تالمون ما كانش بزاف. ولا بروف حنا اللي كنا تاكلين هذا السيزون 3 على دراهمنا، دونك خلصنا النص ما قدرناش نكملوا، كي حبسونا دار العجب ما كملوناش النص. دونك ايماجين انت تكون تاكل عندك اون صوم هذيك ومن بعد طف تروح ما كاش. بيان سور سيتكم دار العجب غير لي حياتي، لانه خلى احباب الله الاطفال يحبونا احنا كامل ويحبوني انا، نهضر على نفسي. الاطفال اللي كل ما نخرج يحبوني ويتصوروا معايا ويعنقوني، واطفال اللي يعيطوا لي في تليفون بتخبي على ماليهم وسرقوا لهم تليفون حبوك طاطا، واللي يبحثوا لي في انستغرام كامل هذا الاطفال. بون كاين فئات كبيره بيصير اللي يحبني، بصح اللي عجبني في دار العجب انه احباب الله احبوني. أحمد وافق كان أفضل ممثل عندي، كنت يعني كنت من نحب نشوف مسلسلات ونحب يعني كل واحد عنده ممثل يحبه بزاف، أنا كنت نحب بزاف أحمد وافق، تالما كنت نحبه بزاف أحمد وافق، واش كنت متمنية يا ربي كيفاش ندير باش لازم نشوف ولازم نتصور معاه، لازم مهوسة بأحمد وافق. ربي كل كيما كل مره ربي دائما يحقق لي امنياتي والحمد لله، انا ربي دائما معايا. يعيط لي سفيان مالوفي فريده كاين عمل في مصر، نجي ونخدمو، خدمنا العمل في مصر، تلاقيت باحمد وافق وتصورت معاه والصور كيما راكو تشوفوا. انا عندي ميساج للفنانين ككل، ماذا بينا كامل نتحدوا، كل فنان يتحد مع اخوه، كل فنان يحبس هذه اللي راهي معروفه بالكلاش، كلاش واحد يكلاش اخوه، علاش ما نتحدوش كامل باش نقدروا نجيبوا حقوقنا، باش نقدروا نهضروا على حقوقنا، باش كل واحد مريض نكونوا معاه كل واحد. دونك ميساج هذا الفنانين اولا، والسيده الوزيره ثانيا ان شاء الله رانا نشوفوا فيها راهي ماهيش كيما الفنانين بليتو، ماهيش كيما الوزراء اللي سبقوا، راهي تتهلا في الفنانين. ديغنييغمون في الكورونا يمدت في اللوندا باش تمد للفنان
حقه. دونك سيدة الوزيرة ماذا بك تشوفي الفنان، الفنان سفير الجزائر، سفير بلاده، دونك شوفي الفنان لأنه والله الفنان فقير في الجزائر. وتحياتي الكامل للناس اللي حبوني ونحبهم، نموت عليكم ويعطيكم الصحة. سلام.